يعني بعد ما سويت هذه الغوصه اللي هي حطمت بها رقم قياس، اريد اروح للمشاعر شلون كانت. انا شفت يمكن بمقطع الفيديو كان ترفع ايديك انت كنت تدعي، يعني هذا المشاعر اللي لان غوصه مو شيء سهل وتعب سنوات ودورات وجهد. شلون كانت المشاعر؟ شلون هيئت الجو حتى تسوي هذا الغوص؟ والله هي اكيد يعني من الداعم شلون مشاعر جياشه، وانه شخص ممكن يمثل بلد كامل، وبالخصوص جاي نسوي شيء هو ما صاير سابقا على مستوى العالم. طبعا قبل لا اوصل الى مرحله اللي هو فرد العلم، انا ايضا دخلت دورات بالغوص التقني. الغوص التقني اللي هي الغوص اللي يعبر ال 40 متر. طبعا بشكل احصائي سما عندي ارقام دقيقه جدا. عالميا احنا عندنا حدود 60 الى 70 مليون غواص مؤهلين من منظمات عديدة من العالم، اللي احنا نحكي تقريبا 6 الى 7% من العالم كله هم غواصين. بالنسبة للغواصين التقنيين فهم اعدادهم بالالاف، لانه الغوص التقني ايضا يحتاج لتدريبات مكثفة وعالية وبها ايضا مخاطر اكثر من الغوص الترفيهي. فأصبحت أول غواص تقني عراقي. وشهر الخامس اللي مضى أنا سويت غوصة تقنية العمق 55 متر وفتحت بها علم العراق. وعلم يا حسين. في منطقة بلو هول. طبعا بلو هول هي من أشهر المواقع الغوص عالميا. ويعتبر يعني اسمه مقبرة الغواصين. أكثر من 200 غواص طبعا فاقد حياته. طبعا هو حلم كل غواص أنه يغوص بهذا المكان. طبعا من سمعت انه بعض الغواصين فاقدين حياتهم بيك، وكان خوف ممكن تردد. هو اي غواص يغوص باي مكان من يجي البلو هول يستوقفه، ما يعني هيبه المكان. شنو دافعك كان؟ طبعا انا الغوص التقني هو نوعين، اكو غوص تقني باستخدام الهواء العادي، واكو غوص تقني باستخدام المخاليط الغازيه. فانا كملت اول الدوره اللي هو باستخدام الهواء العادي اللي أهلني أنزل إلى عمق 56 متر. فأنا بالبداية اختارت منطقة بلو هول لشهرة المكان، وأيضا بلو هول هي عبارة عن حفرة عمقها يعني من 100 إلى 120 متر، وعلى عمق 54 متر أكو قوس اللي هو سحولة بلو هول أرش. هذا القوس هو عبارة عن كهف طوله 25 متر ويفصل هاي الحفرة عن البحر المفتوح. فصراحة أنا اختاريت هذا المكان حتى وجودي داخل القوس هو اكبر اثبات انه انا على عمق 54 متر، يعني انا لازم انزل 54 حتى اقدر ادخل للكهف.